رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لديه حرص شديد على طمأنة الشعب التركي والمواطن التركي الذي يشهد ارتفاع في معدلات التضخم، ارتفاع في أسعار السلع والمواد التموينية، ارتفاع في أسعار المواد البترولية. كان هناك حالة شديدة من التقلبات في أسعار صرف العملة المحلية، ولكن مع تلك الاستراتيجية المالية الجديدة التي أعلن عنها رئيس تركي رجب طيب أردوغان، والتي تحفظ للمودعين أموالهم بالليرة التركية وتحفظ أيضا العملة المحلية من تقلبات أسعار الصرف تلك، تحدث الرئيس أثناء اجتماع له مع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأنهم سيعملون قدر الإمكان على تخفيض معدلات التضخم، وبإذن الله قادرين على النجاح في هذا الأمر. أيضا أشار إلى أنهم سيطروا على التقلبات الشديدة في أسعار الصرف في الفترة الماضية، وأنهم بإذن الرحمن ماضون في هذا الطريق. اللافت للنظر أيضا هو حرص رئيس أردوغان على تقديم بشرى للشعب التركي تتمثل في أنهم سيكونوا بإذن الرحمن ضمن أقوى 10 اقتصاديات في العالم أجمع. رئيس تركي شدد على هذا الأمر وأن هذا هو الهدف بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية، قائلا بأن لديهم حرص على دخول دور الأبطال العالمي من الناحية الاقتصادية على غرار دور أبطال أوروبا. هو تحدث عن دخول تركيا لدور الأبطال الاقتصادي. دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا والتي تشير إلى هذا الأمر. أردوغان: سنخفض التضخم قريبا وسنجعل تركيا في دور الأبطال اقتصادياً.